مما يجب الحذر منه قول بعض العوام: اللهم صل على محمد، بالياء، لأن هذا خطاب الأنثى، وهذا يعد تنقيصا لله، لذلك لا يجوز. وهيدا عم لاحظوا هون كتير بالتعليق، وهلا رح يجي كم واحد ويعمل لي حاله شيخ ويتفزلك علي ويقول: بس هو ما قصده هيك، انت اصلا شو اختصاصك؟ ليست العبرة بقصد الشخص، بل العبرة بموافقة العمل للشريعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل عمل لا يوافق الشريعة فهو مردود عند الله، غير مقبول. الله لا يخاطب بألفاظ التأنيث، إنما يقال: اللهم صل على محمد، بلا ياء بل بكسر اللام.